بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الصوت واضح، نبدأ شرح سريع لهذا المشروع العظيم والكتاب العظيم. طبعا في النص يكون المتن، وحنكون قاموس من حروف الفاتحة، وتم تقسيم حروف الفاتحة، يعني هي بتصير بدل حروف الهجاء. مثلا حروف بنقاط وحروف بدون نقاط. عندنا الحروف اللي بالنقاط اللي بدون نقاط في اللغة العربية مجموعها 8، أو مجموعها وجميعها في الفاتحة بغض النظر. يعني كل مجموع حروف الهجاء الغير منقطة في الفاتحة بدون ذكر أرقام، لأنه في بعض الحروف من حروف الهجاء زي الهمزة، زي التنوين، تنوين حروف، يعني فيه حروف للتنوين مهمة جدا. طبعا الفاتحة ما فيها تنوين، بس فيها الياء والميم أو كلمة يرملون. طبعا أول من دور علم التجويد هو اللي موجود أمامنا، خبر صاحب كتاب العلم اللي هو خليل بن أحمد، وهو أستاذ سيبوي. هنا طبعا في أول تسجيل والمقدمة، طبعا المقدمة ممكن نطرح فيها الفكرة جميعا، هنخلي الخانة اللي يمين الكتاب يسار القارئ هنخليها للصوت. كلها اسمين، يعني هنا اسم معرف وهنا اسم منوم. نقدر نقول الفجر والليالي، فمعروفة بالسليقة. يعني ما يعني لو كان كتابتنا كده، فنحن دحين العرب عندنا مشكلة إنه ضيعنا التنوين في الكتابة. فلو واحد بده يكتب كتابة أغنية حد، يعني مثلا زي وليالي، وليالي مضت علي، أو آخر الشعر وليالي. فحيقراها وليالي ولا وليالي، يا يحط ألف، مع أنه هي حرف حرف في باب النون، التنوين في باب النون. أكتفي بهذا القدر، وحنتابع ونعتبر التسجيلات في تحت اكس هاي او تحت 5. بعد كده ندي قصص وحاجات مضحكة وحاجات مسلية، وايضا اسرار والغاز ومقالب، كلها على لهجة اهلي. نعطيكم واحدة طرفة، واحد في مكة شبع، أكلوا يعني فطروا في رمضان، وقال الهند لله، لأنه ما يقدر يقول الحاء، ولهجته يعني برضو ما يقدر يقول الحاء والميم مع بعض، الحاء والميم ما يقول الحمد، يعني قال الهند لله. جنبه واحد من مصر، قال له مصر بتاعت مين يا راجل؟ حاجات زي كده ان شاء الله نقولها
لطيفة جدا. بديكم واحدة تانية، هذا زي اللغز. اثنين كانوا يبيعوا نفس الشيء ويدوروا في مكة، طبعا هذه حقيقية. واحد يقول بزر رزما يبيعوا نفس الشيء، طبعا الناس ينادوا يشتروا منه، والثاني كلهم بيقولوا البضاعة حقتهم، والثاني يقول يا رزطة بزر. فهذا ما عرفوا الغنى، فكروا فيها واعرفوا ايش الاثنين كانوا يقولوا نفس الشيء، يعني انتشر الغناء. شكرا. اللي يبغى يدرس الغناء يدرس، حتى يعتبر النغمات الموسيقية من كتاب العلم. فتستغرب انه في مطرب او شاعر وكذا، شاعر غنائي وكذا، ما يعرف الكلام ذا، ما يعرف كتاب العين علم الاحتمالات. طبعا احنا وضعنا 40 كود، ما حتكلم عنها، يعني كافي اللي تكلمناه. بس لما نتكلم عن الكتاب فهو كتاب عينين تحت العين، حيكون في النص الانجليزي وفي اليمين عربي وفي اليسار مكاوي لطرف وكلام أهل مكة. طبعا خسر الناس والعالم، وحتى في الغناء وحتى في كل في الشعر والأدب، لما ما ضبطوا التنوين في الكتاب، يعني وضعوا النقاط وما وضعوا التنوين في القرآن. أقصد وضع التنوين، مثلا أنت بتكتب كتاب ما حتحط زي القرآن الفتحتين والضمتين، يعني مثلا أنت عندك والفجر وليال ليالي عشر، ما يصير نقرأ نقول الفجر وليالي، يعني لو واحد كتب وما كتب التنوين يعني في الكمبيوتر ليالي، يقرأ الفجر وليالي. فهل التنوين كان يكتب؟ نعم يكتب يا ونون، إلا ما كان موجود التنقيط، لأنه لا والفجر ولا يعني خلاص ما يقولوا، ولا يعني مكتوب يا ونون بدون نقط ما يقولوا ولا لا ولا لا ما تجي. ودائما الكلام يعني ينتهي بالنون، لأنه هذه والفجر و كلها اسمين، يعني هنا اسم معرف وهنا اسم منوم. نقدر نقول الفجر والليالي، فمعروفة بالسليقة، يعني ما يعني لو كان كتابتنا كده. فنحن دحين العرب عندنا مشكلة إنه ضيعنا التنوين في الكتاب. فلو واحد بده يكتب كتابة أغنية حتى، يعني مثلا زي وليالي، وليالي مضت علي، او اخر الشعر وليالي. فحيقراها وليالي ولا وليالي، يحط الف مع ان اسمين، يعني هنا اسم معرف وهنا اسم منوم. نقدر نقول الفجر والليالي، فمعروفة بالسليقة، يعني ما يعني لو كان كتابتنا كده. فنحن دحين العرب عندنا مشكلة إنه ضيعنا التنوين الكتاب. فلو واحد بده يكتب كتابة أغنية حتى،
يعني مثلا زي وليالي، وليالي مضت علي، أو آخر الشعر وليالي. فحيقراها وليالي ولا وليالي، يحط ألف مع أنه يحرف حرف في باب النون، التنوين في باب النون. أكتفي بهذا القدر، وحنتابع ونعتبر التسجيلات في تحت اكس اي او تحت 5. بعد كده ندي قصص وحاجات مضحكة وحاجات مسلية، وأيضا أسرار وألغاز ومقالب، كلها على لهجة أهلي. نعطيكم واحدة طرفة، واحد في مكة شبع، أكلوا يعني فطروا في رمضان، وقال الهند لله، لأنه ما يقدر يقول الحاء، ولهجته يعني برضو ما يقدر يقول الحاء والميم مع بعض، الحاء والميم ما يقول الحمد لله، يعني قال الهند لله. جنبه واحد من مصر، قال له مصر بتاعت مين يا راجل؟ حاجات زي كده إن شاء الله نقولها، لطيفة جدا. بديكم واحدة تانية، هذا زي اللغز، اثنين كانوا يبيعوا نفس الشيء ويدوروا في مكة، طبعا هذه حقيقية. واحد يقول فيزر رزما، يبيعوا نفس الشيء، طبعا الناس ينادوا يشتروا منه، والثاني كلهم بيقولوا البضاعة حقتهم، والثاني يقول يا رزاطة فزير. فهذه فكروا فيها واعرفوا ايش الاثنين كانوا يقولوا نفس الشيء. شكرا. سواء باللغة العربية ولا الإنجليزية ولا أي شيء. يعني مثلا عندنا الفاتحة في كتاب العين، قال آخر الباب اللي هو باب الكلمة، زي مثلا الحمد لله رب العالمين، الباب اللي هو آخر العالمين. يعني عندنا الفاتحة ييم، ييم يين يين، بعدين الخامسة نون، يين 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 نون، بعدها يين، بعدها يين، 7 يين. حقت بسم الله الرحمن الرحيم، الآية البسمة، ييم يين ييم يين 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 نو، هذه 5، بعدين ييم، بعدين يين، هذه 7. فأعطت القراءة والفاتحة وهذا جمال، لدرجة كثير من قريش اللي سمعوا القرآن
دخلوا لجمال القرآن في الغنة والتنوين. طبعا الخليل ابن أحمد كان في أول واحد دول يعني له السبق اللي هو خبر يعني لولا. طبعا علم التجويد موجود بدون الكتب لولا كل اللغات يعني ما عرفوا الغناء يعني انتشر الغناء. فاللي يبغى يدرس الغناء يدرس حتى يعتبر النغمات الموسيقية من كتاب العلم. فنستغرب انه في مطرب او شاعر وكذا شاعر غنائي وكذا ما يعرف الكلام ذا، ما يعرف كتاب العين علم الاحتمالات. طبعا احنا وضعنا 40 كود ما حتكلم عنها يعني كافي اللي تكلمنا، بس لما نتكلم عن الكتاب فهو كتاب عينين تحت العين، حيكون في النص الإنجليزي وفي اليمين عربي وفي اليسار مكاوي لطرف وكلام أهل مكة. طبعا خسر الناس والعالم وحتى في الغناء وحتى في كل في الشعر والأدب لما ما ضبطوا التنوين في الكتاب، يعني وضعوا النقاط وما وضعوا التنوين في القرآن. أقصد وضع التنوين مثلا أنت بتكتب كتاب ما حتحط زي القرآن الفتحتين والضمتين. لا اسمين يعني. هنا اسم معرف وهنا اسم منون. نقدر نقول الفجر والليالي. فمعروفة بالسليقة يعني ما يعني لو كان كتابتنا كده. فنحن دحين العرب عندنا مشكلة إنه ضيعنا التنوين الكتاب. فلو واحد بده يكتب كتابة أغنية يعني مثلا زي وليالي وليالي مضت علي أو آخر الشعر وليالي. فحيقراها وليالي ولا ولياليا يحط ألف مع أنه حرف في باب النون
التنوين في باب النون. اكتفي بهذا القدر، وحنتابع ونعتبر التسجيلات في تحت اكس اي او تحت 5. بعد كده ندي قصص وحاجات مضحكة وحاجات مسلية، وأيضا أسرار وألغاز ومقالب، كلها على لهجة أهلك. نعطيكم واحدة طرفة، واحد في مكة شبع، أكلوا يعني فطروا في رمضان، وقال الهند لله، لأنه ما يقدر يقول الحاء، ولهجته يعني برضو ما يقدر يقول الحاء والميم مع بعض، الحاء والميم ما يقول الحمد، يعني قال الهند لله. جنبه واحد من مصر، قال له مصر بتاعت مين يا راجل؟ حاجات زي كده إن شاء الله نقولها لطيفة جدا. بديكم حاجة تانية، هذا زي اللغز، اثنين كانوا يبيعوا نفس الشيء ويدوروا في مكة، طبعا هذه حقيقية. واحد يقول فيزر رزما، يبيعوا نفس الشيء، طبعا الناس ينادوا يشتروا منه، والثاني كلهم بيقولوا البضاعة حقتهم، والثاني يقول يا رزاطة فيزر. فهذه فكروا فيها واعرفوا ايش الاثنين كانوا يبيعوا نفس الشيء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الصوت واضح، نبدأ شرح سريع لهذا المشروع العظيم والكتاب العظيم. طبعا في النص يكون المتن، وحنكون قاموس من حروف الفاتحة، وتم تقسيم حروف الفاتحة، يعني هي بتصير بدل حروف الهجاء، مثلا حروف بنقاط وحروف بدون نقاط. عندنا الحروف اللي بالنقاط اللي بدون نقاط في اللغة العربية مجموعها 8، أو مجموعة جميعها في الفاتحة بغض النظر. يعني كل مجموع حروف الهجاء الغير منقطة في الفاتحة بدون ذكر أرقام، لأنه في بعض الحروف من حروف الهجاء زي الهمزة، زي التنوين، تنوين حروف، يعني فيه حروف للتنوين مهمة جدا. طبعا الفاتحة ما فيها تنوين، بس فيها الياء والميم أو كلمة يرملون. طبعا أول من دور علم التجويد هو اللي موجود أمامنا خبر
صاحب كتاب العلم اللي هو خليل بن أحمد وهو أستاذ سيبوي. هنا طبعا في أول تسجيل والمقدمة، طبعا المقدمة ممكن نطرح فيها الفكرة جميعها، هنخلي الخانة اللي يمين الكتاب يسار القارئ هنخليها للصوت بالعربي، والخانة في اليمين أو في يسار الكتاب يمين القارئ تكون تعليقات ونقد الذكاء الاصطناعي. طبعا هنا اللي موجود أمامنا الآن الذكاء الاصطناعي تعليق على ما كتب باللغة الإنجليزية، فحنستمر الكتاب باللغة الإنجليزية وبعدين حتتساوى اللغة الإنجليزية والعربية، لأن يعني نحن بنجد مصطلحات الآن 40 مصطلح أمامنا تحت كلمتين تم ابتكارهما. طبعا كلمة يرملون ذكرنا هذه مبتكر، لأن هي ياء وراء وميم وباء ونون خمسة أحرف لها ميزات تستخدم في الغنة، والغنة هي للتغني، وطبعا الغنة جاء بها يعني ما جاءت حتى في الشعر العربي، ما جاءت، جاءت في القرآن يعني لإعطاء جمال للقرآن والمد وكذا وكذا. مثلا الغنة كيف مثلا من شر، فالميم والنون من يرملون، طبعا النون مع اللام كذا مع الواو هي الميم والنون ومع بعضهم من ميم والنون، حتى الميم لما تلتقي مع الميم زي في حالة اركم معنا تنضم مع بعض تشديد بس بغنى اركم معنا، يعني في تفاصيل لكن لها ميزة وخاصة. وطبعا هي أضافت للغناء يعني حتى الموسيقى تأسست على كتاب العلم، كل شيء سواء باللغة العربية ولا الإنجليزية ولا أي شيء. يعني مثلا عندنا الفاتحة في كتاب العين قال آخر الباب اللي هو باب الكلمة، زي مثلا الحمد لله رب العالمين الباب اللي هو آخر العالمين، يعني عندنا الفاتحة ييم 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 بعدين الخامسة نون. أو تحت خمسة، بعد كده ندي قصص وحاجات مضحكة وحاجات مسلية وأيضا أسرار وألغاز ومقالب كلها على لهجة أهلك. نعطيكم واحدة طرفة، واحد في مكة شبع أكلوا يعني فطروا في رمضان
وقال الهند لله، لأنه ما يقدر يقول الحاء، ولهجته يعني برضو ما يقدر يقول الحاء والميم مع بعض، الحاء والميم ما يقول الحمد لله. يعني قال الهند لله. جنبه واحد من مصر، قال له مصر بتاعت من يا راجل؟ حاجات زي كده إن شاء الله نقولها لطيفة جدا. بديكم حاجة تانية، هذا زي اللغز. اثنين كانوا يبيعوا نفس الشيء ويدوروا في مكة، طبعا هذه حقيقية. واحد يقول فيزر رزما، يبيعوا نفس الشيء، طبعا الناس ينادوا يشتروا منه. والثاني كلهم بيقولوا البضاعة حقتهم، والثاني يقول يا رزطة فزير. فهذه فكروا فيها واعرفوا ايش الاثنين كانوا يقولوا نفس الشيء. شكرا.